السيد الرئيس أمر بالمرافقة النفسية الدقيقة والشاملة لكل أبنائنا في كل مؤسساتنا عبر الوطن، وابتداء من هذا اليوم هناك عمل مشترك يدار بين التربية الوطنية والصحة وبإشراف ومتابعة ودعم من الوزارة الأولى ومن رئاسة الجمهورية، لكي يكون اطلاع دقيق على نفسية أبنائنا، وكذلك استكشاف أولئك الذين يكونوا قد تأثروا بشكل أو بآخر من فعل هذه الحرائق أو كذلك من فعل هذا الوباء، لكي تكون هناك إجراءات وكذلك علاجات مواتية ومكيفة حسب الحالات.